الكرة يمكن أن يكون صاخبا واضحا مباشرا، ولكنه أيضا يمكن أن يكون مخبئا وغير مباشر. جميع الأفعال الناتجة عن الكرة لها سبب واحد مشترك، وهو الخوف. عندما نكره، في الحقيقة نحن نخاف من الفروقات بيننا وبين ما نسميه الآخر. يمكن للكره أن يبدو بأشكال مختلفة. العالم الظاهر يعطي الأدوات والأسباب الكافية لنشر خطاب الكراهية على الإنترنت، فنحن نستخدم هذه المواقع بشكل متزايد في حياتنا اليومية، كما نقوم باستهلاك واستنشاق كمية هائلة من المواد الإعلامية في كل ثانية. فما هي مظاهر الكراهية التي نتحدث عنها؟ العنصرية توصف بأنها تفرقة عرقية وإطلاق أحكام عرقية مسبقة، تعرف بأنها كره، كره الأشخاص الذين نعتبرهم مختلفين عنا في العرق أو بالأحرى حسب الصنف العرقي، لكن تعد العنصرية على أنها صفة مكتسبة وليست فطرية. نحن لا نحتاج إلى اختلاف بالعرق واللون لنكره الآخر. الكثير من الحروب في الماضي والحاضر كان سببها والدافع لها سياسي أو ديني، وقمنا بثارة أعمال وحشية مبنية على الخوف والحسد والجشع. الكرة كلمة صعبة وقوية للغاية. الاختلاف مع شخص ما أو عدم الاتفاق مع اعتقاده أو فلسفته أو توجهاته أو ثقافته لا يعني بأننا نكرهه، فالاختلاف قد يعني الفرصة لأن نحيط بالعديد من وجهات النظر.